مثل ما الكل عارف الشهر ذي الواحد يدور في الخير يدور في الأجر، كلنا علينا ذنوب كلنا علينا أمور كلنا علينا، فالواحد يتوب لله حق رب العالمين بالذات في هاي الشهر يستغل هذه الفرصة. فضل الله يعني ما شاء الله حسب ما سمعنا من تصريح الجهات في المملكة العربية السعودية الجهات الرسمية أن عدد المعتمرين كان في الأسبوع الأول حوالي 9 ملايين معتمر. احنا كنا ايضا في مكة المكرمة من كم يوم راجعين لاحظنا هذا الامر ايضا، لكن الحمد لله الاجراءات والترتيبات كانت هناك ميسرة، فالمعتمر ما قام يحس بالزحمة لان في تنظيم، يدخل من باب يطلع من باب، ايضا تطبيق نسك رتب شوي بعض المواعيد نشوف وضع الزحمة. هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى ان نذهب الى الديار المقدسة، فاجر العمرة في رمضان أجرها عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. أسعار مثل ما قلت لك طبعا في رمضان الأسعار تكون مرتفعة شيء بسيط بحكم أنها هي تكون موسمية أكثر. هذه نعمة وفضل من رب العالمين أن الواحد يعني رب العالمين اختار الواحد من بدء عباده أن يزوره في شهر الفضيل، ترى هذه نعمة من رب العالمين منها عليه الحمد لله.